محليا مرة أخرى، طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة 3 سنوات متناقضة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و 25% السنة الثانية وللسنة الثالثة 20%، ويصرف العائد بدورية سنوية. كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة 3 سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر سنوي للسنة الأولى 26% وللسنة الثانية 22% وللسنة الثالثة 18% للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024. كما قررت لجنة الكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الثابت لتصبح سنويا 21.5% للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا، مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي ب 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد سنوي 23% بدورية صرف العائد يوميا.